Audio Jungle. الفوت في ميناء بديت تقريبا 2004 في تونس. 2004 بديت الشامبيونات التونسيين، بديت بنيات كبار، بنيات ماهمش معناتها متكونين في الكرة، بشوية بشوية تعملوا جمعيات، بديت معناتها بروفينسيون من 2003 2004 حتى 2007 كنت انا معهم منتخب وطني وترشحنا لكاس افريقيا في 2008. كانت الانطلاقة هذيك تعرفنا برشا معناتها من 2008 حتى 2009 2010 تشوف معناتها برشا دي كلوب تحلوا بوكو دي جون في معناتها دخلوا في الفوت في ميناء. بارتي من 2010 الثورة في 2009 2010 تاع الثورة، من بعد الثورة لحد الآن معناتها فريمون لا ميزير في الفوت في ميناء. كما تشوف انت الجان ليتام تاع البلاد بصفة عامة، فهمتني؟ تزيد تشوف الفوت الماسكولان تجاه مشاكل مادية كبيرة، البنات الور لا معناتها كاتاستروفي على مستوى الجمعيات. بالطبيعة هذا باش يمس المنتخب الوطني معناتها اللي معناتها الشامبيونات ضعيفة ضعيفة جدا، بتل سورت اللي ما تلقاش معناتها بنات اللي في المستوى اللي باش تنجم تعمل بيه المنتخب الوطني. الإشكال الكل على مستوى الجمعيات، كي تتصلح الأمور المادية نتاعهم انفراستركتور والخدمة نتاعهم المنتخب ما عنده حتى مشكل، بالعكس يربح برشا. كي؟ ما لاحظت اللي مثلا الجانب الأمني أثر شوية في الإقبال؟ الجانب الامني لا، بتاتر في تونس العاصمه لا، بتاتر في الجهات وي ثم حكايه معناتها تاع، لكن بالنسبه للبنات لا، ماهوش الجانب الامني هو اللي اهم حاجه معناتها، الجانب المادي خاصه هي بطبيعتها. الجمعيات النسائيه من قبل الثوره كانت عندها مشكل نتاع ماديات، تعرفوا انتم قبل الثوره كيفاش تمشي الجمعيات، كان رئيس البلديه والتجمع والشعبه هم اللي يدفعوا كذا كذا ويفكوا فكين، فهمني؟ يحطوا رئيس جمعيه ويقولوا باش يهمك توصف. نحى هذاك الكل حتى في جمعيات المسكينه تو، فهمني؟ نحى هذاك الكل، قعد رئيس الجمعيه وحده فاصل المشاكل، فهمني؟ يمشي البلديه يقول له حتى نعاني مشاكل، ما عادش ثمك البوفوار نتاع البوليتيك قبل يمشي يفك فكان، تو ما عادش ثم، كل رئيس جمعيه يخبط في راسه وحده، وين باش يمشي يدور؟ يدور على الجامعه، اعطيني فلوس. الور كو هو حال الجمعيه ما عنده حتى فرنك. علاش كون مشي يتاثر بعد، لونترونور ما يخلصش، يولي ما يجيش انترونور، بنات ما تجيش خاطر ما تاخذش ديبلاسمون، ما تاخذش ايكيبمون، وانت هذاك الجانب اللي اثر بالرفي نتاع البنات على الفوت في ميناء اكثر منه الجانب الامني. والميزانيه ما تنجمش تعطيني هكا فكره تقريبيه على قداش معناها الميزانيه المخصصه مثلا للمنتخب النسائي؟ لا مش ميزانيه، مش بوليسي. شوف انا مثلا المدرب الوطني اول عام الوزاره تبعث لنا شحال نتكلم، انا مثلا المنتخب الوطني مع المدير الفني نقعد مع المدير الفني ايش عنده منتخب مثلا السنه، راه عندنا مثلا بالنسبه لي عندنا جوج فرق تحت ال 20 سنه والسنيور. ناخذ مثلا اكزومبل تاع السنيور، عندنا تصفيات كاس افريقيا، من اللي بديت في اوت نعرف التصفيات كاس افريقيا عندي في فيفري ماتش، وعندي في مارس ماتش، وعندي في ماي وفي جوان، وما بيناتهم الكل نحطوا التحضيرات نتاعنا الكل، نبعثوا توسكي التحضيرات نتاعنا الوزاره والفيدراسيون يترجموهم فلوس، فهمني كيفاش؟ وقت تعمل الميزانيه مش معناتها راهو نحن نجموا ما نبعثوا حتى برنامج الوزاره ما تعطيك حتى شيء، تقول لك ما ثماش اكتيفيتي، فهمت شنو؟ على قد الاكتيفيتي نتاعك وتكون اوبجيكتيف معناتها الاكتيفيتي نتاعك، على قد ما معناتها تاخذ فلوس معناتها التحضيرات كل خليتها وما قلقوناش في حتى شيء. وانت كيفاش ترى معناها لازم ننهضوا بها الكره النسائيه؟ كيفاش؟ ما ثماش حل اخر من 2004 قلت له بدينا، لكن مش هذيك البدايه الصحيحه، بدينا بالكبار، نبداو بالمدارس نتاع كيما الاولاد نتاعهم، الاولاد كي تشوف منين طلعوا الجوارات، طلعوا بالمدارس اللي قاعده تصير في خاصه الفرق الكبيره كيما الترجي كيما بريكان ليتوال صفاقس، عندهم صغيرات 7 و8 سنين قاعدين يخدموا، واحد الناس خدمت في الكلوب والاسبيرونس، معناتها صغيرات هذوك من بعد وقت تجي تاخذ انت منتخب نتاع تحت 17 سنه تلقى جينيراسيون باهي، تخدم بها بتل سورت تلقى في السنيور نهار اخر تلقى بكو جوار. هنا بالنسبه للبنات معناتها الحل الجمعيات الكل عندها تحت 17 سنه وتحت 17 سنه مش قاعده تلعب، معناتها صدقني معناتها ثم جمعيات اللي يجيبوه من لحد باش يمثلوا بهم خاطر اوبليغاتوار باش يعملوا اي جي سي، لكن في الاصل تمرينات ويوميه ومدرب قاعد يلهي بهم ما ثماش، فهمني؟ وين المشكل؟ المشكل هو انه الجمعيات يلزمها نرجع لك الماديات، يبدا عنده فلوس باش يجيب مدرب، يبدا عنده انفراستركتور باش يعمل تحت 13 سنه، تحت 13 سنه كيف تخدم الطفله البنات هذوما كلهم بداوا الكرة بعد 17 سنة، وبعد ثم فيهم في اللي بداوا 15 سنة. وقت اللي تبدا طفلة ثم آج معين اونتر تقريبا 9 و 13 ans. لاج هذاك ثم دي كاليتي خصائص
على مستوى معناتها البسيكوموتريسيتي ما تتعملش في الوقت هذاك بعد تقول لها كورديناسيون وتقول ما تلقاهمش فهمتني في السبور سي لاج دور هذاك تاع برشا حاجات تو سكي فيتيس اكيليبر كورديناسيون كله يتعمل في اللاج هذاك وبالطبيعه يتعمل سبيسيفيك للكوره الفوتبول كي تجيك طفل عمرها 17 سنه ديجا السبب هذوك كلهم متسكر حتى كي باش تحاول تصلحوا برا الحل نرجع لك الاسئله تاعك هو الخدمه القاعديه والخدمه القاعديه زي ما برشا فلوس نرجع لك ديما المشكل تاع الفلوس ديما مشكل مادي معنا. مشكل مادي هو اللي عامل نفسك خاطر كي تمشي للجمعيه وتسال انا جمعيت الكل زملائي صحابي تسال تقول له وين قلت لك ما عنديش باش نعاني سينيور باش تحبني نخدم اصغر مين في جيبه يقول لك ما عنديش انا في السينيور ديجا نهار الاحد كي يمشي الجمعيه ثم جمعيات مثلا عنده سفريه بعيده للمدنين ولا القبصه ما يمشيش يقول لك نعتبر روحي خاسر وما يمشيش خاطر عنده يزني بيت البنات ثم مليون ودرا قداه وديبلاسمون وفطور وعشاء وتيمش فهمني يقول لك انا نحسبها نخسر ماتش خير وهكا ما نجمش نقدم Audio Jungle.